قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. تجارة الموت والتي استمدت رواجها اليوم مع هبوب رياح ما سمي بالربيع العربي، وجدت في الأراضي العربية وسوريا خصوصا سوقا لتصريفها. فقد كشفت صحيفة الشروق التونسية أن شبكات الموت أقامت معسكرات لتدريب الإرهابيين في ليبيا وتونس قبل أن يتم ترحيلهم إلى سوريا عبر الأراضي التركية مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب اختصاص كل شخص فيهم. وأوضحت الصحيفة أن كل شاب تونسي يحصل على مبلغ يقدر بنحو 6000 دينار يتسلمها في ليبيا، وعندما يسافر إلى أنطاكيا يدفع القسط الثاني من المبلغ ويتم تحويلها إلى عائلته في تونس. أما سماسرة الإرهاب فيحصلون على مبلغ يفوق 25,000 دولار، كما يمنع الإرهابي من التعرف عليهم وحتى السؤال عن ماهيتهم. الصحيفة بيّنت وجود معسكر خارج حدود العاصمة الليبية طرابلس، وهناك معسكر آخر في ضواحي طرابلس، وأن عدداً من الإرهابيين كان يحارب في صفوف الميليشيات الليبية في الفترة السابقة وتحديداً بالكتائب، إضافة لوجود معسكر آخر على الحدود الليبية الجزائرية يطلق عليه الدعوة الإسلامية، إلى جانب وجود نقطتين لتدريب الإرهابيين في تونس، الأولى في الجنوب التونسي والثانية في الشمال الغربي للبلاد. وحسب الصحيفة هناك نحو 150 شاباً سيسافرون الأسبوع الجاري إلى سوريا برئاسة أحد الإرهابيين الملقب بأبي مصعب وهو تونسي. هذا النشاط الإرهابي يأتي ضمن اتفاق بين دول ما سمي بالربيع العربي لتسهيل نقل الإرهابيين إلى سوريا بهدف التخلص منهم وتوفير كل التسهيلات اللوجستية وفسح المجال لدعاة التيار التكفيري من أجل تعبئة وحشد التكفيريين للقتال في سوريا طبعاً، بتوصيات أمريكية صهيونية. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون.